السلام عليكم. اليوم ان شاء الله رانا رايحين تحويسه في صيدال. صيدال هذه شركه جزائريه تاع الدواء، جاي المركز اونفا بلاصه اللي راني فيها انايا في المديه، حربي تحت ايسونسيال في المديه. وراني راح نوريكم بلايص اللي يخدموا فيهم الدواء، بلايص تاع تريسيتي كيما هنايا. رانا في الشون تاع فورلون فرواديسمون تاع الماء، لا شوفاج تاع الماء ولا ايسونسيال. وان شاء الله انا رايح مو بلا كاين بلايص لي ما قدرتش نكاميرا فيهم بالكاميرا باسكو ما خلاونيش ندخلها في عند الباب، سما راني كاميرا بالتليفون. الو مرحبا بكم. دكتور انا رايحين للستاسيون اللي تخدم ثلاث موندو من تفكرت في يوبا. يوبا تحيه ليك، تحيه كبيره ليك يا يوب. ان شاء الله تكون صوت تاعي مسموع، ان شاء الله تكون تسمع فيها لهنا. هاو معايا واحد يشبه لك بزاف يا ايوب. هاو ليك وكاني وريتو لك دوكا كنت بلي شكون يشبه لك عليه مراني. المهم هادو هنايا تاع ثلاث مون، وهنا انا داخلين على بالي دكتور انا ندور في صيدال داخل وين يعملوا الدواء بلوك ا. السيرفيس مون تاعها انا دخشي هذا هنايا، هذا اللي نسوه جدي تجي هنا هكذا. هذا يا الروتور تاع موتور هيا كتشوف، واحدة زوج واحدة زوج واحدة زوج، هذي كامل تاع عام هنا ثاني منا هكا. هنا هكا تحصل هكا راك في تاع ترانسفورمر هذاك وين يخدموا. Thank you.
السلام عليكم. اكشوالي نضحك دوكا راني فرحان باسكو عندي 4 دقائق وانا نهضر وما كنتش نوجد سيدي في الصاله بيا. اكشوالي فرحان بزاف دوكا، ثقه في النفس تاعي طلعت بزاف الوقت يعني. المهم كنت نقول كونكليزيون تاع واش شفت في 4 ايام في صيدال، في صيدال تاع المديه. 4 ايام وانا ندور هنا، 4 ايام وانا نشوف لوزين تاع صيدال كيفاش يخدم كوتي الكتريك وحتى كوتي تاع برودكسيون تاع الدواء، يعني برودكسيون فارماسيوتيك. بون شفت هنا ولا واش حكاو لنا، قالوا لنا بلي الصيدال كان مخدم 1450 خدام، 1450 خدام كاع كانوا هنايا في صيدال، وكان خدام كان يمشي لاباس بيه. بون نورمالمون يقدر يتفد اكثر من 1450 خدام. دوكا راه فيه 500 خدام هكا. دوكا راه فيه 500 خدام. نطرح كيستيون علاش 500 وراهم الاخرين علاش ماهمش يخدموا الاخرين؟ بون دوكا الجزائر كامل راهي في مرحله تاع تقشف كما يقولوا، يضلوا يصرعوا فينا بهذه الهضره تاع التقشف وما كاش من الداخل، يضلوا كافيين على البترول. الصناعه طبيه برودكسيون فارماسيوتيك، ماشي طبيه فارماسيوتيك ليسونسيال، برودكسيون فارماسيوتيك على بالنا بلي دخل دراهم كبار. شو تيك تكون انت تخدم المادة الأولية، وهذه هي الحاجة اللي كانت تخدمها صيدل في واحد الوقت. سمع شو ما هيش حاجة صعبة عليها باش تعاودها ولا باش تعاود تديرها أو كابابل عليها يقدروا يخدموها نورمال. هاد الخطرة التالية بكرها كانت لقرف تاع الفارماسيا وقيلة ما زالت لا، مش عارف اسكو دخلوا ولا ما دخلوش. المهم مش حبيت نقول علاش ما زالت علاش عم دايرين لاكريف مادام عندنا مجمع صيدلي كيما صيدال هنايا لي كابابل اليوم راه قادر يستقبل اكثر من شحال من 1450 على الاقل، يعني 700 1400 ثم على الاقل 950 خدام وخد اخر راهم فيه. بون الصيدال راهي في حاجه الى 950 خدام وخد اخر باش ترجع القدره الانتاجيه كما كانت. صيدال كانت تخدم المادة الأولية هنايا في الجزائر، هنايا في مدية كانت تخدم المادة الأولية، علاش حبست؟ أندر بارونتيز كبار علاه الله ما على بالي، مي بون. وهذه حاجة اللي نادي لي جورناليست ولا لي نورمالمون جورناليست، هما يظلوا يتبعوا في المشاكل تاع الناس ويظلوا يتبعوا ما على باليش هذا سرق وهذا قتل، والخط الأحمر والخط البرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق وما على باليش، حاولوا يكونوا سجي شباب. تقدر تهضروا عليه لازم كامل ولي لازم تهضروا عليه باسكو الجزائر اصلا راهي في حاجه لهذا المجمع يخدم كامل ايسونسيال. الله خير، راح فيكم نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله. تشاو.